واحد قال لي كلمة ربنا يبارك فيه ويحفظه، انا مش هخلي واحدة تتوجع معايا زي ما مامتي اتوجعت، انا شفت وجع ماما. طيب دكتور، انا هقف عند الكلمة دي بالذات، لانه اذا احنا بنعاني من ازدياد نسب الطلاق في بلدنا واتهام التكنولوجي بانها بقت محرك من محركات ارتفاع نسب الطلاق، الام هنا عندها وجعين، بتحل الوجع اللي هي خايف عليه اكتر، بتحصن ابنها وبتحاول تستعيده لطريق قويم. لكن هنا هل هتقدر تقاوم نفسها تجاه غضبها من الاب، هذا الزوج اللي اساء استخدام الميديا الوسائل اللي معاه ودخل في حاجه بقى خلاص بقينا نسميها الخيانه الالكترونيه دي، هي بقى هنا ممكن تثور وتطلب الطلاق ونزود عدد النسب. هي هنا تعمل ايه وهو هنا يعمل ايه، ونتجاوز مرحله الاستكشافات التقنيه دي، لان كتير مننا بيتورط. يعني بسال ناس الاقيهم تورطوا بجهل شديد، شغف واستكشاف وفرصه بسيطه ما فيهاش حاجه، ده شات، ده تبادل شات وصور وكلام فارغ، يعني هم شايفين انها مشكله بسيطه وان هي كانت في مرحله عدم نضج للتعامل التقني. الام تتعامل ازاي وتقبل الحياه ازاي وتعدي الازمه دي ازاي مع الاب كزوجه؟ المشكله ان هي ما قدرتش تتخطى الحاجز النفسي اللي اتبنى بينها وبين، وبالذات لما بدا يجاهر بالخطا. وانا كده ومش هتغير، والعبارات ديت دبحتها. بالرغم من كده هي ما لما ناقشنا فكرة الإقبال على الطلاق ما فيش استعداد للانفصال حاليا بالنسبة لها، لا استعداد مادي ولا استعداد مجتمعي، ودي يعني ضغط جديد أو بتتعرض ليه المرأة في مجتمعنا. مش بس فكرة أني مطلقة وهتعرض لمضايقات وهتعرض لكلام لا، اجتماعيا بالنسبة لأسرتها عائليا ما فيش فكرة مرفوضة وما فيش مفيش حد يساعد على كده، ومفيش الأمان، البيت الأمن اللي هي ممكن تتواجد فيه. ده معناه انه حضرتك كنتي شايفة ان الانفصال هو الحل؟ لو يعني لو يعني تجاه الخيانات الإلكترونية لا لا، هو ما نقولش الحل، ممكن نسامح لو الزوج ممكن يتغير، لو هي عندها القوة والصلابة النفسية ان هي تتخطى موضوع زي ده وما تقعدش تعاتبه وتلومه كل شوية. يعني هو المفروض ما تعاتبوش وتلومه؟ مش كل شوية، لو احنا قررنا ان احنا نكمل مع بعض مش هنفضل بقى كل شوية نفتح في الدفاتر القديمة. لو هو قرر ان هو خلاص مش هيعمل كده تاني، ودي غلطة ودي سقطة، ودي اقر، يعني لازم يقر بالمشكلة واوعد ان هو مش هيعود تاني، مش هقعد كل شوية بقى اشك فيه لو هو ماسك الموبايل، واقعد كل شوية افكره بالموقف. لو هو اقر بالذنب ووعد ان هو مش هيعود لي تاني، وكانت فترة اندفاع ولا استكشاف ولا فضول ولا الكلام ده كله، خلاص نديله فرصة تانية. لو قررت تديله فرصة تانية ما تقلبيش في اللي فات، ما تقعديش الثقة هتكون مهزوزة، بس خلي ثقتك في نفسك اكبر، وخلي ثقتك في الله اكبر، ان هو يثبته على التوبه طالما هو اقر بالذنب وقرر التوبه. انما اللي بيجاهر دوت وطول الوقت بيحسسها ان انت قصرتي عشان كده انا عملت كده، طيب هل انت كزوج ما قصرتش في حاجه خالص؟ قايم بكل واجباتك؟ ليه انا كست ليه ما فكرتش تفكير زي ده؟ علاقه الانسان بربنا هي اللي بتحكم حته زي دي. بنرجع تاني للنقطه الاصليه، الرقابه الذاتيه. طبعا طبعا، اذا لم يكن بداخلك رقيب انت حاسه وشايفه، لو رقبك الدنيا كلها عندك مبررات. احنا دايما بنقول انت كأم ربي البذرة دي في الولد ولا البنت وهي صغيرة، هتأمني عليه بعد كده في اي مرحلة عمرية؟